بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمعهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى الكتاب والسنة الصحيحة، اللهم ردهم إلى الكتاب والسنة الصحيحة، واجمعهم على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم قيض لهم أمر رشد تجل فيه أعداؤك، ويطاع فيه كتابك، ويعز فيه أولياؤك يا أرحم الراحمين.